انتقل الآن إلى مدينة جندرس مرة أخرى مع مراسلنا محمد نور. مرحبا بك محمد، عمليات الإنقاذ مستمرة أليس كذلك؟ نعم مستمرة أصلا، يعني لم تتوقف عمليات الإنقاذ منذ الساعات الأولى للزلزال بالأمس وإلى هذه الساعة، ولكن أصلا للأسف يعني هنالك الكثير كان من الممكن انتشالهم من تحت الأنقاض، ولكن ضعف المعدات والآليات الثقيلة التي يمكنها إزالة الركام حال دون إنقاذ يعني مزيد من الأرواح. منذ قليل خرج شخصين من تحت الأنقاض أحياء بعد أن يعني 30 ساعة هم كانوا تحت الأنقاض، وهنالك أيضا يعني حالة أجريت عملية جراحية لطفلة، للأسف عملية بتر قدم هنا في مدينة جنديرس من أجل يعني انتشالها حية، وبالفعل يعني تم إجراء العملية تحت يعني الركام وتم انتشال الطفلة حية وإرسالها إلى المشافي. هنا في مدينة جنديرس يعني نسمع ونشاهد قصص يعني العجب العجاب، أصلاً مأساة كبيرة وفاجعة كبيرة ضربت مدينة جنديرس. بحاجة الآن الأهالي هنا في مدينة جنديرس، يعني الآن جنديرس معظمها يعني خالية من السكان، الليلة الفائتة جل الأهالي بات في الخيام في المخيمات المجاورة، وأيضا لجأوا إلى القرى التي يوجد بها بيوت أو منازل عربية غير الأبنية الطابقية كحال مدينة جنديرس. الآن عودة الأهالي يعني لانتشال أقاربهم كما ذكرت لك منذ قليل، لأن فرق الدفاع المدني الدمار الحاصل هنا أكبر من طاقتها وأكبر من قدرتها على تغطية يعني فرقها للحجم الكبير للدمار في مدينة جنديرس، لذلك جهود محلية الآن يعني منذ قليل خلال تجوالي في مدينة جنديرس جل عناصر الجيش الوطني منتشرين في مدينة جنديرس يساعدون الأهالي أيضا في انتشال العالقين من تحت الأنقاض، ولكن للأسف يعني دمار هائل، فاجعة عظيمة وكبيرة في مدينة جنديرس. للأسف هذه الأبنية يعني رجح الأهالي بأن يعني مدينة جنديرس ذات يعني هي منطقة شبه جبلية، تقريبا منطقة جبلية، لذلك كان الزلزال عنيف الذي ضربها، على الرغم أن يعني مدينة عفرين لا تبعد عنها سوى 20 كيلومتر، لم تكن هناك الأضرار الكبيرة، إضافة إلى ذلك يعني الأبنية الضعيفة ذات البنية الهشة التي نقولها محليا بالأبنية التجارية، لذلك كان وطأة الزلزال أكبر وأكبر من أي منطقة أخرى. يعني في أينما تجولت هنا في مدينة جنديرس تشاهد الأهالي تشاهد محاولتهم إزالة الركام، ولكن كلمة الركام أصلا ليست مجرد كلمة. يعني بالأمس يعني شاركنا الأهالي بمحاولة انتشال عالقين تحت الأنقاض، وأصلا شيء لا يمكن تخيله، بالكاد 50 شخص لم نستطع تحريك عمود سقط فوق عائلة، يعني من ضمن الركام عمود لم نستطع إزاحته، بحاجة إلى معدات، بحاجة الآن يعني حتى مدينة جنديرس إن بقي الوضع على ما هو عليه كما نشاهده الآن ربما نحن بحاجة 10 أيام أخرى لإزالة الأنقاض أو انتشال عالقين من تحت الأنقاض.